السلام عليكم أعزائي متابعين قناة ربحك. عندنا لأول مرة تشوفونا يا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد، ويا ريت تدعمونا بلايك. النهاردة معانا موقع جديد لربح عملة الروبل عن طريق التعدين. دي واجهة الموقع من الخارج زي ما انتوا شايفين، الدخل اليومي في الثانية وفي الساعة. طريقة تسجيل في الموقع بتيجي من هنا، بتحط رقم محفظة الباير وبتعمل تسجيل دخول. اهو زي ما انتوا شايفين كده الموقع، هتلاقيه بيعدن على عملة الروبل. اول ما بتخش بتلاقي صفحة الحساب بتاعتك، ربح اليوم 5 سنت على الخطة المجانية اللي هو حاسبها لك الموقع، السرعة 58. الاستثمار طبعا بتيجي من هنا، الاستثمار بيبدأ من 1 روبل. ولا دي القيمة بتاعتنا، الصفحة بتاعتنا 1 روبل. الاسترداد 150 شهر. هنشرح بقى بقية حاجات الموقع. بتيجي من هنا، ده المكتب الخاص اللي احنا عليه. بتيجي من هنا زيادة السرعة، لو انت حابب ان انت بتستثمر بتحط المساهمة من هنا، بتحط المبلغ اللي انت هتستثمره وتعمل بلاي بايه، بيوجهك للمحفظة بتاعتك. مساهمة بروفايل، في مساهمة بداية المساهمة وهنا مساهمة بروفايل. بروفايل اللي بتزيد عن 300، هنا من 150 وهنا يعني 300. الاسترداد 300 في الشهر، هنا الاسترداد 150 في الشهر، الدفع من 10 روبل. ومن هنا سحب الأموال، اهو زي ما انتوا شايفين كده، بتحط هنا المبلغ اللي انت هتسحبه وبتعمل طلب دفع. تقدر تسحب من الموقع كل 60 دقيقة. وهنا لو انت عايز تخرج من الموقع، ودي احصائية الموقع. وفي بونص بتاخده هنا اهو، 60 دقيقة كل ساعة بتقدر تحصل على بونص. خش الموقع وفي بونص من 1 سنت ل10 سنت انت وحظك. وهنا رابط الحالة بتاعك اهو. وكده يكون شرحنا كل حاجة في الموقع. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تدعموني بلايك، وجديد معانا يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله، في فيديو آخر إن شاء الله.